اهلا بكم من جديد متابعينا متابعي قناه شوف تيفي، معنا في هذا البث الجديد من دوار السماعله وبالضبط من جامعه القرويه عين كرمه بمكناس. انتم معنا على المباشر من هنا من الدوار اللي خديناه من بعد الفيديو اللي كنا دوزناه قبل 3 ايام من اليوم، يوم وقوع الفيضان، يوم الثاني بعد وقوع الفيضان. فكما صورنا لكم في تلك الليله وعطيناكم صوره عن يعني الوضع اللي خلفوا هذا الفيضان واللي خلى يعني الخسائر الماديه جسيمه. الحمد لله كانت يعني الخسائر في الارواح، ما كانتش خسائر على المستوى البشري، لكن كانت يعني خسائر ماديه. يعني ملي كنقولوا ماديه وخصوصا ان الدوار يعني احنا في دوار يعني الفلاحه، لا من المحاصيل ديال الناس لا الزراع مشى لهم التبان. معايا هنايا الناس اللي مشات لهم يعني الكسيبه ديالهم، مشاو لهم البهايم ديالهم باش كيتسخروا باش كيسقيو الماء، مجموعه ديال الحويجات. من بعد هذا الفيديو هذا فكما تواصلنا مع الناس اليوم فراه قالوا لنا انهم تواصلوا معهم السلطات المحليه في شخص السيد القائد والسيد باشا الدائره واللي حضروا وتواصلوا مع الناس وتستمعوا لهم وشافوا المعاناه ديالهم في غياب تام للمنتخبين الرئيس المجلس البلدي او الجماعه. فهنا ما كان حاضر حتى شي واحد اوت، يعني بعيدين كل البعد عن الهموم ديال الساكنه وديال المواطنين. معي الان احد الساكنه، خليك معايا السي عادل. هذا السيد اللي كنتو شفتوه معنا ديك الليله ورانا البهيمات ديالهم اليوحين من بعد النفوق ديالهم يعني، ودخلت عليهم غمرتهم الاوحال والغيس وداك الشيء. ومازال غنعطيكم جوله وتشوفوا معنا مدى الضرر اللي وصلوا ليه هاد الناس هادو. هنا خويا عادل، خويا بلا تا مهمتي الله يجازيك بخير. السي عادل تواصل معاكم شي واحد خويا، دوا معاكم شي ناس كما قلتي لنا. جاو لعندنا، جا الباشا، جا القايد، في نفس الوقت حتى الرئيس ديال الدوار راه واقف معنا، ولكن غير وعدونا. الرئيس ديال الدوار هو المرشح ديالكم؟ هو المرشح ديال الدوار، ماشي الرئيس ديال الجماعه. وعدونا وداروا خدموا واحد شويه، المهم صابونا غير الطريق، ماشي فينا والخدمه كما تشوفها انت كتشوف. انا كنشوفوا داك الشيء باقي الحال على ما هو عليه، يعني راه حتى شي حاجه ما تبدلات. وعدونا باش غادي يساعدونا وفي نفس الوقت غادي يعوضونا، ولكن مازال ما شفنا منهم والو. تيقول لك صبروا حق دابا وعدونا، ولكن هذا الشيء هذا مازال ما شفنا، الوعود كاينه والتطبيق ما كاينش. نعم. حنا بغينا ما يوقفوا معنا، بغينا على الاقل يحسوا بينا. نعم. بغينا على الاقل نحسوا بهم حتى هما بلي راهم معنا. حنا هذا الشيء غير مكتب علينا، ماشي درناه بيدينا. هذه كارثه طبيعيه. نعم. الحشه ديال مولانا وكتب علينا هذا المكتوب، حنا راه برزقنا ماشي محتاجين، ولكن حنا بغينا يعوضونا برزقنا، ماشي حنا ضايعين وكيزيدوا هما يضيعونا. انا من غدا الى جات الشتا دابا مع هذا الغيث هذا ما معيش. خذ الميكرو عافاك باش تسمع. انا من غدا الى جات الشتا هذا الغيث هذا راه في نفس الوقت غادي يخلق لي مشكل. نعم. هو مازال باقي دابا باقي مجموع حداك، ها هو باقي غيحركوا عاوتاني حمله ولا شي حاجه. حنا غنتسناو كاع حتى نشوف حتى تجي تخرج الشمس، ما بالو كاين الا جات الشتا شنو غادي يوقع. حنا نتسناو عا الشمس، اما الشتا ما غاديش طيح، ما ضربناش حنا الحساب. هادشي غادي يبقى دابا تخرج الشمس عاد غادي يجيو حيدو. انا باش طيح الشتا غادي نتفايق الشتا باذن الله. حنا كنطلبوا من الله انه نتفايق، نبات على الساس انايا باش كلشي يكون واخد راحته. لاصبات الشتا دابا انت غتبات هما ياخذوا راحتهم وانا ما ناخذش راحتي، هادشي ما كاينش المشكل عندهم هما. انا بغينا على الاقل شحال كنضاع لك من كنضاع لك شي عدد ديال الكسيبه؟ 12 ديال الغنم والبهيمه. خلاص المسائل الاخرى، الدجاج و التبان والزرع. الدجاج والتبان والزرع وضاع لي النحل. النحل وضاع لي شي بركه ديال النحل، وخلاص الباقي ديال الاصلاح راه بوحديه، بس اصلاح الدار والمسائل الباقيه تفضل معنا بوحديه. انا وكنشوفوا حتى انه حتى كاينين حتى ناس اخرين اللي تعرضوا، يعني كانت خسارات ديالهم كبيره، وكما قال السي عادل وكما قالنا بعض الاخوان، فراه كان يعني حتى التدخل اللي داروا، يعني تلك التراكس اللي جبتوا ولا هذيك الاليه اللي جبتوها باش يعني تحيدوا هذا، يعني تسرحوا غير حيت كان عندنا هذاك الليله فاش جينا لقينا ان الدوار مقطوع مقسوم على جوج، ان الماء كان قسم الدوار. بنتوا لي انه صوبتوا القنطره تمايا وداك الشيء. هذيك القنطره واش صوبتوها انتوما ولا صوبوها دخل؟ لا القنطره دخلوا هما اللي صوبوها، اصحاب الشركه. اصحاب الشركه. اصحاب الشركه اللي صوبوها. هما اللي خدموا بالمسائل ديالهم. المحسن جا صوب الطريق غير من هنايا ومن هنا. جا شي محسن؟ جا واحد المحسن بالتراكتور ديالو، خلاص قاد الطريق غير من هنا ومن الجهه من اللي لحقاش كانت صعيبه عليه باش يدخل هو لداخل. الاخرين اللي صوبوا الطريق، ولكن هذيك الطريق بوحديها راه ما كافياش، هذيك ماشي خدمه. حنا غير الطريق بوحديها هي اللي كاينه والباقي
حنا باقيين مهددين لحد الان، باقي الدوار باقي غارق في الاوحال، حنا باقيين مهددين لحد الان. انت كتشوف هو كلشي قدامك باقي، هو حتى حاجه ما تنقاد حتى حاجه، وكاينه وعود بانه غيكون شي تعويض كما قلتي لي غيعوضونا. نعم. ولكن حنا مازال ما شفنا والو، ما عطاونا حتى شي دليل. ما كما كتابعوا معنا متتبعي قناه تشوف تي في، والناس اللي يلاه عاد التحقوا بنا، انتم معنا على المباشر من دوار السماعله بالجامعه القرويه عين كرمه بمكناس. هاد الدوار اللي تعرض للفيضان، وكانت واحد الحمله اللي كانت دات، يعني دات معها كل شيء، دات معها الكسيبه والبهيم ديال هاد الناس والنحال، ويعني البال ديال التبن، يعني كانت فيها خسائر ماديه يعني على المستوى الفلاحه ديالهم والقوت ديالهم اليومي، كان فيها يعني واحد الضرر كبير. وكما سمعنا على حسب قول بعض السكان ومنهم السعادي اللي كتشوفوا معنا الان على المباشر، فراه يعني كان تواصل ديال السلطات المحليه في شخص السيد الباشا والسيد القائد، وكذلك السيد المنتخب المرشح ديال الدوار عندهم هنايا اللي كيسميوه الرئيس، هذا ديال الدوار يعني هو المرشح ديالهم ديال الدائره ديالهم، اللي تواصل معاهم. وشنو الوعود اللي قال لكم هذا السيد هذا؟ شنو الوعود اللي نقدر يقول لك؟ حنا معاكم يعني في السراء وفي الضراء. ايه هو الغيسره باقي، ولكن هو بوحده ما غادي يدير والو. شحال قد هو يجري رئيس الجماعه ولا رئيس ديال المنطقه؟ بوحده ما غادي يدير والو. كنتمناو ان هاد المناشده الثانيه الاخوان والساده المسؤولين انها تلقى الصدى ديالكم، فراه الناس مكرفصين كما كتشوفوا معنا، راه باقي الحال على ما هو عليه. يعاونونا بسرعه، ماشي حتى العام الجاي، لانه حنا باقيين في موسم امطار. هذه هي الله البدايه، هذه هي الله البدايه. نعم. ديال الموسم ديال المطار، حنا بغيناهم يعاونونا في هذه اللحظه. تقدر الله يستر تكون شي شتاء عاوتاني اخرى. هادشي هذا يزربوا عليه بالزربه، ماشي بلاتي بلاتي فوكاشات بلاتي. الا مات حنا نبقاو قاسين مخلوعين، ديما حنا غنبقاو مدينا الشتا هذه كامله. فهمتك. واش هاد الشتا هذه كامله حنا غنبقاو مخلوعين فيها؟ نعم. ضروري خصهم يشوفوا لنا شي حل، حتى حنا خصنا نعسو مرتاحين. نعم. وانت ولا تاهي مسكينه يعني ديالي خلاص، هذيك الحكايه ديال باش خرجتها من المرعب اعجوبه. الحمد لله. خليه يساعدني باش خرج الوالده. الحمد لله ملي بقات على قيد الحياه، وهذا هو الرباح، هذا هو الرباح، كل شيء تعوض باذن الله. لكن دائما كما كنقولوا كناشدوا من هذا المنبر، من هنا من هذا المباشر، ان على السلطات انها تاخذ. هيدا ولدي الله يرضي عليك، حيد 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 من قدامنا الله يرضي عليكم. ما نصوركمش نتوما، غير حيدوا يلا. كما كنقول تشوفوا معنا متابعي قناه تشوف تي في، حيد بابا الله يرضي عليك، حيد حيد. فراه باقي الدوار يعني كما هو، بالدمار اللي خلفات هذه العاصفه هذه يعني، وكما كتشوفوا معايا فالاوحال بقاها كما هي، لا شيء تغير، ما عدا انه تفك هذيك القنطره تفكات من تمايا بتدخل ديال الشركه اللي كتنجز في المشروع. من غير هذا الشيء راه ما كاينه حتى شي حاجه. كنطالبوا من يعني اش غنقول لكم، يعني الهضره هربات ليا في هذه اللقطه، لانه ما يمكنش انه نبقاو بحال هكا، وسيرتو اننا في موسم امطار وباقي حنا مقبلين ان شاء الله، وكنطالبوا من الله يسقينا الغيث باش ان شاء الله نعوضوا السنوات اللي فاتت، ونخرجوا من هذا المشكل هذا باقل الاضرار، يعني واخا الناس راه ضرات ولكن نخفوا عليها ولو القليل، نجيو نوقفوا معاهم ماديا ومعنويا. صراحة أنا من هذا المنبر كنشكر السلطات المحلية اللي جات عند الناس وتواصلت معها وتصنتات الهموم ديالهم، لا السيد الباشا ولا السيد القائد، كنوجه لهم تحية من هنا. لكن العيب كل العيب، والناس راه عارفين على من كندوي، على السلطة يعني الناس اللي منتخبة، الناس اللي صوتوا عليكم، الناس اللي عاونوكم ووصلوكم، على الأقل نجيو نتصنتوا لهم، نجيو غير نسمعوا غير مشاكلهم، تقدر غير تفرغ عليه بعدا، غير ما تخليهش يبقى بحال هكا، ما عارف راسو راه بحال هو ما عارف به حتى شي واحد، عيب. وسيرتو انه كاين كونتاكت بينكم وبينهم، وكاين يعني كاين تواصل بينكم وبينهم. بهذا سيداتي سادتي متتبعي قناه شوف تي في، فغادي نخليوكم الان على امل لقاء بكم، وكنتمنوا نكونوا انه وصلنا ولو جزء، لانه ما صعيب اننا ندوزو وسط هذه الاوحال هذه، كاينه صعوبه المرور، يعني راه باقا الدنيا غيس لدرجه انه ما تقدرش تحط رجلك في شي حاجه. احنا كنصوروا من بعيد دابا باش نعطيكم يعني الصوره كما هي، راه باقي الحال على ما هو عليه، وراه اللي جا لعين المكان راه غادي يشوف هذا الشيء وغادي يعاينه. بهذا كنختتم هذا البث المباشر، الى اللقاء في
موعد آخر، استودعكم الله.